السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي متابعينا على اليوتيوب. في قناتنا الجميلة النهاردة هنتكلم عن أسرة كبيرة جدا حكمت مصر من سنة 1805 إلى 1952. أنا واثقة أن كتير جدا منكم عرفوها. الأسرة دي اللي هي أسرة محمد علي باشا. ومحمد علي باشا كان رجلا عبقريا في القيادة وفي الحكم أيضا، وحاول أن يقوم بتطوير مصر من حال إلى حال أفضل، ثم حكمت بعد ذلك أسرته التي سميت بالأسرة العروية نسبة إليه. ومحمد علي باشا كما جاء في فيديو سابق لنا هو رجل ألباني، ولكنه كان قائدا في إحدى جيوش العثمانيين. ثم بعد ذلك استطاع أن يحكم مصر تحت السلطة الإسمية للعثمانيين، قد كان شديد الذكاء واستطاع أن يتخلص من جميع منافسيه. وهناك فيديو سابق عن محمد علي باشا بالتفصيل، فتجدون فيه كيف تخلص من منافسه وبدأ تأسيس أسرة سميت بعد ذلك بالأسرة العلوية لتحكم مصر. ثم استطاع محمد علي باشا أن يستقل بمصر عن العثمانيين وأصبح حاكم مصر والسودان، وتمكن حفيده إسماعيل باشا الشهير بالخديوي إسماعيل أن يجسد جهود جده وأجداده الآخرين حتى أصبح استقلال مصر فعليا، وأنشأ العديد والعديد من المشروعات الهامة مثل قناة السويس، أنشأ دار الأوبرا، أقام السكك الحديدية وغيرها. وقد حكموا مصر تحت اسم الولاة خمسة منهم، هم محمد علي باشا، ثم ابنه إبراهيم باشا، ثم عباس حلمي الأول، ثم محمد سعيد باشا، ثم إسماعيل باشا. وحكموا تحت اسم الخديوي ثلاثة، هم الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني. ثم حكموا تحت اسم السلاطين السلطان حسين كامل والسلطان فؤاد، ثم تغير الاسم إلى الملوك، وهم ثلاثة: الملك فؤاد الأول، الملك فاروق الأول، ثم الملك أحمد فؤاد الثاني، والذي تولى الحكم وعمره أشهر قليلة إلى أن تم إعلان الجمهورية بثورة يوليو 1952. والآن أترككم مع صور نادرة لأفراد تلك الأسرة، وإلى لقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أريد أن أقول في ختام حديثي: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يوجد ملك يستمر ملك إلى ما شاء الله ولا إلى نهاية الكون إلا الله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
مش مشكله والله. ده مجسم من الخشب لمسجد محمد علي باشا بالقلعة، وانشئ في الفترة ما بين 1830 و 1848. وقد بني هذا المسجد على نسخ المساجد العثمانية وخاصة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول. لسه ما طلعتش. Yeah.